وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة المهندس عاصم عبد اللطيف عبد الله وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. أهلا بك في نشرة الأخبار، ولنتحدث عن معرض التمويلات الإسكانية في نسخته الثالثة، حيث يساهم في تقديم حلول إسكانية للمواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص. لو تطلعنا على تفاصيل أكثر حول ذلك. مساء الخير وشكرا لكم على هذه الاستضافة. بداية يأتي معرض التمويلات الإسكانية الثالث تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بإقامة الفعاليات والمعارض اللي تسهم في التعريف بالخدمات والبرامج التمويلية الإسكانية. طبعا هذا المعرض يجسد الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لتقديم أفضل الحلول الإسكانية للمواطنين، وإحنا في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حريصين على التعريف ببرامجنا في التمويلات الإسكانية وتقديم استشارات عقارية وتمويلية مباشرة للمواطنين، وهذا يسهل عليهم الحصول على العقار المناسب من خلال التواصل مع كافة الأطراف المعنية في مكان واحد. طبعا هذه السنة ارتفع عدد الشركات العقارية والمطورين المشاركين في المعرض إلى 28 شركة، ومن المتوقع طرح أكثر من 10,000 عقار بأسعار تتناسب مع التمويلات الإسكانية، مع مشاركة 8 بنوك لتقديم عروضها في التمويلات، والمواطن يقدر يحدد خياراته ويشوف التمويل اللي يناسبه. نعم، اليوم تم إطلاق النسخة المطورة من منصة بيتي العقارية، ماذا توفر هذه المنصة؟ سعيدين جدا اليوم بإطلاق النسخة المطورة من منصة بيتي العقارية. المنصة تعتبر نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي الشامل اللي تعمل عليه الوزارة للتسهيل على المواطنين، بحيث تتحول جميع الخدمات الإسكانية اللي تقدمها الوزارة إلى خدمات إلكترونية. طبعا منصة بيتي تطرح خيارات متنوعة أمام المواطنين المستحقين للخدمات الإسكانية، منها مثلا إمكانية المقارنة بين العروض التمويلية اللي توفرها البنوك والخيارات السكنية الكثيرة اللي تعرضها الشركات العقارية والمطورين من وحدات وقسائم وشقق سكنية في جميع محافظات المملكة، بحيث تتوافق مع اشتراطات الوزارة وتناسب احتياجات المواطنين. واحنا بدورنا نشجع المواطنين الكرام على زيارة المنصة ابتداء من اليوم للاستفادة من خدماتها المجانية. نعم، سعادة المهندس عاصم عبد اللطيف عبد الله وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.